مجلس المناقصات والمزايدات هو مجلس مستقل ملحق بمجلس الوزراء، تأسس بموجب مرسوم ملكي في 9 يناير عام 2003 بهدف واضح يتلخص في وضع آلية تنظيمية دقيقة لإرساء المناقصات الحكومية، تعتمد على مبادئ تحقيق تكافؤ الفرص والشفافية والعدالة، سعياً إلى تحقيق المصلحة الوطنية العليا. يهدف المجلس إلى حماية الأموال العامة ومنع التأثير غير القانوني للمصالح الشخصية على إجراءات المناقصات، وكذلك تحقيق أعلى مستوى الكفاءة الاقتصادية للمشتريات الحكومية بأسعار تنافسية ومنصفة، وتشجيع النزاهة والقدرة التنافسية والتعامل المنصف، وإتاحة الفرص المتكافئة لجميع المقاولين والموردين، وأخيراً تحقيق الشفافية التامة في جميع جوانب الإجراءات المتعلقة بالمشتريات الحكومية. معتمداً على كفاءاته البحرينية الطموحة، يقوم مجلس المناقصات والمزايدات بالإشراف على المناقصات والمزايدات الحكومية وعمليات الشراء والبيع التي تقوم بها الجهات الخاضعة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات. وبفضل ما يحظى به المجلس من مهنية عالية وقيم ارتكزت على النزاهة والشفافية والمنافسة العادلة والمساواة والإنصاف، وبفضل التعاون والتنسيق بين المجلس والجهات الخاضعة للقانون، وكمؤشر على جهود المجلس في تعزيز التنافسية بين مختلف الموردين والمقاولين، تم تحقيق فروقات إيجابية بين القيمة الإجمالية الفعلية لإرساء المناقصات بالمقارنة مع ما كان معتمداً ضمن الميزانية التقديرية المبدئية للمناقصات والمشتريات خلال الأعوام من 2003 إلى 2010، بلغت 538,400,000 دينار بحريني. وإيماناً منه بالتسلح بأدوات عصر المعلوماتية وتذليلاً للمسافات وتسابقاً مع زمن الإنتاج، قام مجلس المناقصات والمزايدات بعزيمة تتطلع نحو أفق المستقبل بمساع حثيثة للاستثمار في التقنية، لذا أنشأ موقعاً رسمياً يحتوي على كم وفير من المعلومات لخدمة غرضين هامين هما تمكين المناقصين من متابعة ما يطرحه المجلس وما يشاركون به من مناقصات ومزايدات من جهة، وجعل الموقع مصدراً لمعلومات الرأي العام حول كل ما يخص المجلس من جهة أخرى، إذ يتيح الموقع كافة التشريعات الحكومية المتعلقة بالمناقصات والمزايدات وقائمة بالترسيات الممنوحة كل شهر، والمناقصات التي تفتح والعطاءات التي ستفتح أسبوعياً، كما يوفر خدمة البث المباشر لعملية فتح المناقصات في الجلسة الأسبوعية. اليوم يصل المجلس إلى خطوة نوعية جديدة في سلسلة إنجازاته عبر تحويل كافة معاملاته إلى الفضاء الإلكتروني من خلال مشروع نظام المناقصة الإلكتروني، حيث يغطي نظام المناقصة الإلكتروني دورة المناقصة كاملة. وفي المرحلة الأولى من تطبيق النظام، سوف تتمكن الجهات الخاضعة للقانون من تحميل وثائق المناقصات عن طريق النظام الإلكتروني، كما سيتمكن الموردون والمقاولون من شراء وثائق المناقصة إلكترونياً. هذا المشروع لم يكن له أن يتحقق لولا الدعم الكبير والتعاون الوثيق بين هيئة الحكومة الإلكترونية ومجلس المناقصات والمزايدات، والجهود المميزة التي تبذلها هيئة الحكومة الإلكترونية لمملكة البحرين لرفع مستوى البحرين في التصنيف العالمي وجعلها واحدة من أفضل دول العالم في مجال التحول للمعاملات الإلكترونية على صعيد القطاع الحكومي. واستكمالاً لنهجه التطويري، قام المجلس بالتعاون مع صندوق العمل تمكين بإنشاء برنامج تدريبي جديد لتأهيل مئات المقاولين والموردين للتعامل مع مشروع نظام المناقصة الإلكتروني. واليوم
يبدأ المجلس في طي صفحة من تاريخه سادت خلالها المعاملات الورقية، ليفتح صفحة جديدة شعارها الاستفادة القصوى من عصر المعلوماتية. كل إنجازات المجلس جاءت متسقة مع أهداف مملكة البحرين ورؤيتها الاقتصادية 2030 وفقاً للمبادئ الأساسية المتمثلة في الاستدامة والتنافسية والعدالة. ويبقى مجلس البحرين للمناقصات والمزايدات مستمراً في رسالته، ساعياً لأن يكون نموذجاً وطنياً يحتذى به في الكفاءة والإنجاز والشفافية، خدمة لبحريننا الغالية.